من الجميل بالمسلم أن يفتتح يومه بالتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، فيدخل يومه مفوضا أمره إلى الله جل وعلا، والمرء لا يدري ما يعرض له في يومه، وإذا دخل يومه بالتفويض حفظ بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأشرت إلى حديث عظيم في هذا الباب، وهو من أذكار الصباح والمساء، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملقى إليها هذا العلم ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فقد روى النسائي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فاطمة رضي الله عنها، قال لها: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا لفظ هذا الدعاء، وهو من الأدعية الجوامع، وفيه تفويض عظيم لله سبحانه وتعالى، يفوض العبد فيه أمره إلى الله جل وعلا. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: والحديث من جوامع الكلم، لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة، فلا يفر شيء منها. فيفوز قائل هذا إذا تفضل الله عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة، مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الإيمان وأجل خصاله وأشرف أنواعه. فالحاصل أن هذه الدعوة العظيمة ينبغي أن نعنى بها كل صباح ومساء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تحافظ على هذه الدعوة كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين.